سعاد. سعاد مين يا ابني؟ بتكلم سعاد؟ الاستاذ ايمن الشلاوي زميلي يا ابني. تهبل يا سعاد يا ابني، ده ايمن الشلاوي يا ابني. سعاد مين انت بتكلم؟ سعاد بتكلم على امي يا ابني. امك مين يا ابني؟ يا ابني اتكلم، انا بكلم واحد صاحبي. بتكلم واحده اسمها سعاد؟ بكتب له حاجه. بكتب له اهو سعاد النمر. يا ابني يا ابني انا الله نمر مين؟ اهو سعاد. امي تعرف يا زياد. زياد هيقول لك ماشي. زياد هيقول لي تعالى يا زياد. انت مرتاح؟ ايوه مرتاح. لا انا عايزك ضميرك يرتاح وانت بتكلم يا زياد. يا ابني تعالى زياد ثانيه كده. يا ابني يا عم انا اهو. مين دي يا زياد؟ ابوك بيكلم مين؟ يلا كده. ايمن سعاد. ايمن ايمن الشرقاوي. اه اسمها سعاد. سعاد ايمن. اسمها ايه؟ ايمن صاحب صاحبي. بتكلم ستات؟ سعاد وانا بكلم ستات يا ماما. ماما انا ضمك بقى. اقول لك تعالى بس يا ابني. ستات مين يا اخي؟ انا انزل انا ما اعرفش حتى لامك يا ابني. مفيش يا ابني. ماشي انا راضي ذمتك. حرام عليك. ده ابوك اللي شالنا يا ابني. يا ابني شلتنا 9 شهور واستحملناك يا حبيبي. جود مورنينج. جود مورنينج. جود مورنينج. صباح الخير يا حبيبي يا ابني. ما انا بصبح حرام عليك عشان ما رايحين يا ابني. حرام عليك بقى يا راجل. حرام عليكم. انتوا مالكم في ايه؟ انتوا يا ماما كل يوم مشاكل كده. كل يوم مشاكل. احنا عيالك يا راجل. يا ابني احنا عيالك بقى. تقلق فينا بقى يا ولاد الكلب. حرام عليكم. هتعملوا لي مشاكل. اسكت انت. هو امال مين دي يا بابا؟ انا راضي ذمتك يا ابني. دي ولد اسم ولدي. انتوا ما بتعرفوش تقروا. سعاد ايمن. سعاد اهو انت مسجلها. سعاد. لا لا انجليزي كمان. ده بتقول ايه؟ بتاع مالكش دعوه باللي وراها دي. انت بتفتح حاجات تانيه ليه؟ مين ده؟ مين دي؟ ما دي ايمن اهو. الله. ايه؟ واحده تانية. الصوره دي يا بابا. الصوره دي ايه؟ في حد ياخد سيلفي من فوق يا بابا؟ ايه بقى الصوره؟ سكايب القرعه؟ ما تجيب وشك. انا مش عارف. انا كل يوم عايز لازم اعلم عليك يا اخي. يا ابني انت اللي تعبني في اخواتك يا ابني. مامي. مامي ايه؟ يا ابني حرام عليك يا ابني. عيب يا ابني. امي تعرف يا ابني؟ عيب يا ابني. انا مش عايز امد ايدي عليك يا ابني. امال مين دي يا بابا دي؟ يا ابني ده واحد صاحبي يا ابني. تقول لها ايه؟ سنه انت مالك؟ دي تليفونك. هقول لها انا بمسك تليفونك. اسمها ايه؟ تقول لها ايه؟ انا دي يعني ايه؟ ايه جود نايت. جود نايت. جود نايت اهو يا ابني. يا ابني جود نايت يعني ايه يعني؟ تعالى اشوفك يا سعاد. سعاد مين يا ابني؟ انت هتعمل لي مشاكل ليه يا ماما؟ امال مين دي؟ ايمن مين؟ ايمن. انا بكلم عشان شغلنا انا واحد زميلي. ايه؟ اهدى يا ابني. انت ليه كده كل يوم؟ بعت لها سيلفز. سيلفز يا ربي. يا ابني عيب يا ابني. امي. يا ابني. يا ابني هموتك. هموتك يا ابني. يخرب بيتك. ايمن. قول والله ايمن. والله ايمن. طب بص كداب. مش هقول لها. سعاد عندها بنت حلوه؟ اه.